السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى اليوم سنتعرف على التطورات الجديدة التي عرفتها عملات الدوكوين، حيث عرفت قفزة صاروخية في سعرها لتحتل في المركز العاشر في موقع الكوان ماركت كاب. وبطبيعة الحال السعر وصل إلى 0.136 دولار. لندخل إلى هذه العملة لنطلع أكثر على تفاصيل هذه العملة. إذا نلاحظ هنا أن القيمة السوقية لعملة الدوكوين وصلت إلى 17 مليار دولار، مما جعلها تحتل المركز العاشر. ثم هنا نلاحظ بالنسبة لقيمة المعاملات في اليوم الواحد في 24 ساعة وصلت إلى 19 مليار و 409 مليون و 668 و 4000 و 421، وهذا رقم قياسي ضخم لم تصله معاملة التوكوين منذ أن تم إنشاؤها بطبيعة الحال في سنة 2014. إذا بالنسبة لهذا الرقم الجديد فقد تجاوزت مجموعة من العملات الإلكترونية في معاملتها اليومية. ثم كذلك بالنسبة لنعود إلى هنا الشرط الخاص بالدوكوين، فقلنا بأن الدوكوين بطبيعة الحال تم إنشاؤها وبدايتها في أو إصدارها في ديسمبر 2016 عفوا 2013، نعم، وكان سعرها آنذاك 0.00429. وعرفت هذه العملة أدنى مستوياتها أو أدنى سعر لها، إذا آل تايم لو، في 7 ماي 2015. آنذاك بلغ سعرها، انظر كم الفرق، 0.4547. هذا أدنى سعر لها عرفته عملة الدوكوين بطبيعة الحال سنة 2015. وبالنسبة لأعلى سعر هو ما تعرفه اليوم بطبيعة الحال في هذه الأيام في شهر أبريل 14، حيث وصلت إلى أعلى سعر لها اللي هو 0.142. إذن هذا هو سعر مهم جدا بالنسبة لعملة الدوكوين. بالنسبة لكذلك المعاملات ففي البارحة وصلت إلى تقريبا 21 مليار دولار، وهذا رقم قياسي كذلك، نعم. كما نلاحظ هنا على الشرط، فالبداية أو بداية ارتفاع عملة الدوكوين سعرها ارتفاعا صاروخيا منذ يعني أواخر أو منذ شهر فبراير، منذ بداية شهر فبراير أو آخر شهر يناير، وهنالك انطلقت عملة الدوكوين لترتفع تقريبا أكثر من 1000% بطبيعة الحال في يوم واحد، لتستقر هناك لتعرف بعض الانخفاضات ثم الارتفاع ثم الانخفاض ثم الارتفاع، وفي هذه الأيام لتعرف قفزة صاروخية جديدة إلى أن تصل إلى أعلى سعر لها في هذه النقطة الخضراء، إذن 0.136.
هذا يعني أعلى سعر وصلت له أو إليه عملة التوكوين. كذلك ما يميز هذه العملة أنها لها مستقبل قوي، فقد تصل في القريب العاجل إلى 1 دولار، قد تصل إلى 1 دولار في القريب، يعني في هذه السنة، ربما في الأشهر القليلة المقبلة. بالنسبة للتوكوين، النصيحة التي أريد أن أقدمها لكل من يريد الاستثمار في عملة التوكوين، يجب عليه كل ما اشتريته يجب عليك أن تقوم بتخزينه. فلو نلاحظ مثلا، لو أنك مثلا في سنة 2019 اشتريت عملة التوكوين وخزنتها إلى يومنا، فكان سعرها 0.003، يعني أنك ستحصل على يعني ربح جيد، أي أنه سيضرب تقريبا في 100، يعني 100. لو أن استثمرت 1 مليون مثلا، فإنك اليوم ستحصل على 100 مليون. نعم. إذن ما أريد أن أقوله هو أنه عملة التوكوين وأي عملة إلكترونية أخرى من الأفضل أن يتم تخزينها في محفظة وانتظر حتى يرتفع السعر بشكل جيد. فغالبا أو أغلب العملات الإلكترونية فهي في اتجاه تصاعدي، فالقليل القليل من العملات التي يعني تعرف انخفاضا قويا وتستقر هناك، فأغلب العملات الإلكترونية دائما في ارتفاع مستمر. ما أريد أنصح به كل من يريد الاستثمار في عملة الدوكوين هو أن يختار محفظة دوكشين، وهي أفضل محفظة بطبيعة الحال أونلاين بدون أن تقوم بتحميل أي شيء. فهذه المحفظة توفر لك تخزين عملتك وبشكل آمن، فأنا استعملتها منذ 2017 تقريبا، ويعني بشكل مؤمن ولا خوف على رصيدك من هذه العملة. ثم أنه الشيء الآخر، عندما تريد مثلا أن يعني عندما تريد مثلا سحب أي عدد من التوكوين، فإنها يعني تأخذ فقط توكوين واحد، توكوين واحد عن أي عن كل يعني تعامل، في كل معاملة تأخذ توكوين واحد لا غير. فبالمقابل أنا يعني جربت مواقع أخرى ومحافظ أخرى، فهي تأخذ أكثر من 100 توكوين في كل معاملة، وهذا يعني رقم كبير. إذن ما أنصح به هو هذه المحفظة، فهي محفظة جيدة ويعني آمنة بشكل جيد. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، وكذلك يمكن أن نطلع هنا على في هذا الموقع على سعر عملة التوكوين، نلاحظ التغيير الذي عرفه خلال 3 أيام، فهنا كان تقريبا 0.071، يعني وبعد 3 أيام أو بعد يومين فقط استطاع أن يصل إلى على سعر له هو 0.145، وهذا سعر جيد. نعم، إذا هنا بث مباشر لتغير سعر التوكوين بطبيعة الحال من هذا الموقع.
أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاشتراك وكذلك الجرس، تفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة، وشكرا لكم.